أنا بدي أكد على استمرارية حركنا، حركنا السلمي اللي كلنا طالبنا. نحن شعب بدنا حريتنا، بدنا كرامتنا اللي انسلبت منا، بدنا أرضنا اللي انسلبت منا. نحن ما بدنا يتهجر أولادنا بكل أنحاء الأرض. أرضنا بتسعنا، خيراتها بتكفينا. ليش لحتى يسلبها الغريب تأخذها أعدائنا ونحن قاعدين؟ نحن بالعكس مهجرين بكل بقاع الأرض. حرام، نحن المفروض نضلنا على الأرض، نعمر هالأرض لأنه هي أرضنا. ما حدا يكون له علينا سلطة. نحن بالأخير شعب سلمي، حركنا سالم، بس مطالبنا عادلة، بنأكد عليها وعلى قوة مطالبنا. ما يفكروا إنه إذا تراجعت الأعداد بالساحة هذا لا يعني شيء. نحن كلياتنا موجودين بساعة اللزوم. السويداء كلياتها بتقوم، لأنه كلياتنا فعلا شعب حر وبده حريته وبده كرامته، بدنا عدل ومساواة على أرضنا. ما بدنا شيء، ما بدنا العالم تتكالب على أرضنا وتتكالب علينا وتنهب خيراتنا ونحن نتهجر ونجوع وننقهر جوات أرضنا. هاللي بدنا إياه بالأخير. مطالبنا عادلة، بأكد على الموضوع هذا، وإن شاء الله الله من فوق أكيد ناصرنا وناصر حركنا.